السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة غكية ديليس. اقتراحاتي اليوم غادي يكون عبارة على غراتان ديال البطاطا الحلوة ولا البطاطا البلدية بدون بشاميل، سهلة مهلة بمقادير كتوفر في كل منزل. ما نطولش عليكم، يلاه معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وفضلا وليس امرا على الاشتراك في قناتك يا ديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمرارية وتشجيع القناة، وما تنسوش تبارتاجيو القناة مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذه الوصفة غادي نحتاجو بطاطا حلوة ولا بلدية، انا هنا استعملت وحدة والمقادير كيبقاو على حسب افراد العائلة اللي انا قشرتها وصلتها وقطعتها على هذا الشكل. هذا عندي 3 ديال البيضات، القليل من الجوزة، القليل من الكاري او الكيري، شويه ديال سكنجبير عواد محكوك، ممكن تعوضوه بسكنجبير بودره، ابزار الملحه، 250 مللتر ديال الحليب او ربعة ديال الحليب، والقليل من الكفته اللي ممكن تستغنوا عليها. هو هاد لاغوسيت كتجي غير بهاد العناصر، كتجي رائعه وزوينه بزاف بزاف. غدا ناخذ المقله وغدا ندير فيها قياس معلقه كبيره ديال الزبده، غدا نزيد الكفته. انا كيف ما سبق لي قلت لكم هاد الكفته ممكن تستغناو عليها الا ما كانتش متوفره، وهاد الفلون ديال الباتات دوس ولا ديال البطاطا الحلوه غير بلا لحم بلا كفته كيجي زوين بزاف. نزيدو الملحه والبزار فوق هاد الكفته هادي ونحركوها ونخليوها طيب. وفي هاد الكاسرونه غدا ندير الحليب كيف ما سبق ليا وذكرت، ربعه ديال الحليب، ولا خصكم تزيدوا ماشي مشكل، نتوما عينكم ميزانكم. غادي نحكو شويه ديال الجوزه، نحكو شويه ديال سكنجبير اللي ممكن تعوضوه بسكنجبير بودره كيف ما سبق ليا وذكرت، وغدا نزيد الكيري أولا الكاري، شوية ديال البزار، شوية ديال الملحة، ونخلط هاد العناصر ونزيد البطاطا الحلوة ونقص العافية ونخليها طيب في هاد الحليب على عافية مهيلة بزاف. الكفته ديالتنا هي طابت، غنطفيو عليها ونتسناو على البطاطا حتى تطيب ونعاودو نتلاقاو. البطاطا ديالتنا ها هي طابت، ها هي واجده، صافي. غدا نسقطرها من هاد الحليب اللي طابت فيه، نسقطرها مزيان. غدا ندير نصف الكميه في المول اللي سبق ليا ودهنتو الزبدة، ولا كنتو غتستعملو غير بطاطا ديرو الكمية كاملة. غدا نصيبها أولا نسرحها بحال هكا في المول غير بالمعلقة غير باش نقادها، صدقوني كتجي رائعة وزوينة زوينة، وهي فرصة أن الإنسان يغير شوية من الطياب ديال البطاطا الحلوة. وغدا نزيد من الفوق الكميه اللي عندي ديال الكفته، بهذا الشكل هذا، وغدا نسرحها على المول كامل بهذا الشكل، وغدا نزيد الكميه المتبقيه ديال البطاطا اللي عندي بعد ما نسقطرها من هاد الحليب هذا.
ونقادها بالمعلقة، وغادا ناخذ ان بول وغندير فيه هذا الحليب اللي طابت فيه بطاطا، وغادا نبردو شويه بلا فوي لانه كيكون باقي سخون، ونزيدو عليه هاد ثلاثه د البيضات ونحركو بالزربه باش ما يطيبش لينا البيض. ممكن تسنوا عليه حتى يبرد تماما، نخلطوا الخليط ديالنا مزيان وغادي نزيدوه على هاد البطاطا والكفتة اللي درنا في المول، نوزعوه عليه كامل ونزيدو من الفوق الفرماج محكوك. سمحوا لي ما ذكرتوش لكم مع المقادير، ولكن كما كتعرفوا بان لو غراتان ضروري من الفرماج، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفرماج متوفر عندكم في المنزل ولا اللي نتوما كتبغيو. وغادي ندخلو لو غراتان ديالنا للفران جوست بو غراتيني ونعاودو نطلقو. لو غراتان ديالنا ها هو واجد، غادي نقطعوه ونشوفوه كي كيجي من الداخل. صراحه كيجي رائع وزوين زوين زوين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. كيجي على هذا الشكل هذا، قدمته مع شويه ديال المطيشه اللي قطعتها دوائر ودرت عليها شويه الملح وشويه البزار وشويه زيت الزيتون وشويه المعدنوس. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، واذا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق ولا بالبارتاج، مشكورين. واذا كنتو اول مره كتشوفوا قناه تركيه دليس، عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى اللقاء، تركيه دليس.